بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. مشروع البير العادي، مشروع الحياة، صدقة جارية. مقدمة من أم تسنيم القصاصي عنها وعن زوجها وعن جميع وعائلتها وأهل فلسطين. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله صدقة جارية لصاحبه، اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة، اللهم اجعله نجاة من النار، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم